السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر منتج. ان شاء الله في حلقه النهارده هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا. الناس كلها اصلا تقريبا انتوا عارفين الموقع ده عامه، ولكن بغض النظر عن الموقع ده بدون ما نطول عليكم بشكل كبير، لان الموقع اصلا في حاجات كتير وطويل لحد ما هو طويل جدا، ولكن عشان نقصر في وقت الفيديو ده فالموقع ده انا شرحته لكم قبل كده بالتفصيل الممل، او على الاقل شرحت لكم الحاجات المتاحه فيه اللي كانت متاحه فيه في وقت ما انا شرحته بالتفصيل الممل. هتلاقي الفيديو ده في الايفو وهتلاقيه اسفل الفيديو، فيا ريت تتفرج عليه ويعني تستمتع كده. طبعا مش قصدي حاجه، بس يعني اتفرج وحاول انك ما تملش وتشوف الفيديو من اوله لاخره عشان ده مهم جدا. ولو هتشتغل في الموقع ده او هتستخدمه بشكل ما، وانت اكيد هتستخدمه عامه، لان الموقع ده تبادل زيارات، وتبادل الزيارات يعني في اكتر من طريقه للربح من الموقع زي كده، ومهم جدا ممكن نستخدمه قريب جدا في حاجات تانية وحلقات تانية، فيا ريت تركز فيه. ولازم تبقى فاهم ان الشرح النهارده مش سهل خالص، لا سهل عليا انا في اعداد الشرح، ولا سهل عليك انت في انك تفهم المعلومات كلها مره واحده، تمام؟ لان كمان في مسابقه في الموقع ده وفي حاجات كتيره جدا، فعايزين نتفرغ لكل حاجه، فمش عايز اضيع وقت كتير قوي في المقدمه، ولا عايز اضيع وقت كتير قوي في انك تشوف كل حاجه في الموقع واشرح كل كلمه في الموقع وازاي تكسب النقط وازاي تحولها لدقائق والكلام ده كله. الموضوع ده سهل جدا جدا جدا، فيا ريت انت تشوف الفيديو اللي انا هسيبه لك في الايفو وهسيبه لك اسفل الفيديو تتفرج عليه. الموقع اسمه ميكس فيزيت، الموقع ده ممتاز جدا، فيا ريت تتفرج على الفيديوهات دي. او الفيديو هو فيديو واحد عامه، مش فاكر كنت عامله كام دقيقه ولكن كان طويل عامه. الفيديو ده هتتفرج عليه هتفهم كل حاجه في الموقع ده، وانا النهارده هشرح لك الاساسيات بتاعته وهشرح لك المسابقه اللي الموقع عاملها. بس كده خلينا نخش نشوف الموقع ونشوف كل حاجه فيه. بفكرك لو ما كنتش شفت الفيديو ده يا ريت ترجع تشوفه، عشان حقيقي فيه كل المعلومات وكل الطرق للربح من الموقع ده، او على يعني بصوا الموقع ده ممكن تكسب منه بطريقه معينه او بكذا طريقه كمان، وكذا حد ومنهم يعني كبير المجال ده محمد هلال شرح طريقه برضو للربح من الموقع ده. فالموقع فيه فعلا حاجات كتير تكسب منها، ولكن انا عايزك انت تبقى فاهم كل كبيره وصغيره في الموقع، بحيث ان انت شخصيا تخترع طريقه خاصه بيك. ما هو برضو لا طريقه محمد هلال ولا طريقتي ولا طريقه اي حد هتنفع مع الجميع، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان طريقه كذا تنفع مع شويه ناس، وشويه ناس تانية مش هيلحقوا ينفذوا الطريقه دي، هتكون اتهرت خلاص، والناس اللي استخدمت الطريقه دي هيستخدموها شويه وبرضو هتكون اتهرت وخلصت. فانت لازم تستخدم طريقتك الخاصه اللي مش هتخلص، تمام؟ اتمنى تكونوا فهمتوا النقطه دي. وده الفيديو اللي انا شرحت فيه الموقع بالكامل، ده انتوا شايفينه اهو، بشرح فيه الموقع بالكامل. والموقع هنا في شويه حاجات زياده، في مسابقه، في شويه حاجات كده تركتها نتكلم فيها مع بعض. وخلينا على طول نبدا. اول حاجه عشان مثلا نقول البدايات، يعني الحاجات البدائيه في الموقع، ازاي تحصل على نقط. الموضوع بسيط جدا، تخش على كلمه بدء التصفح، تمام؟ بيقول لك هنا انت لازم 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 ركز معايا، لازم تختصر او تعدي اختصار روابط. بيكتب لك هنا العدد اللي انت المفروض تعديه عشان يبدا يفتح لك قائمه التصفح. هفهمك يعني ايه بعد ما اعدي اختصار روابط. هضغط هنا، تمام؟ هتقول له بدء التصفح، هيفتح لك هنا. انا قدامي ايه زي ما انتم شايفين؟ كان قدامي موقعين المفروض ان انا اعدي الاختصار بتاعهم. هقول لك ازاي بالظبط. تصفح من هنا، هوريك دي ونعدي الثانيه بحيث ايه الوقت ما يطولش. برضه زي ما انتم شايفين اهو بيبقى مكتوب لك هنا على جوجل بلس، زي ما انتم شايفين بيبقى مكتوب هنا. هتعدي دي كده، جميل جدا. هتلاقي هنا اي ام نوت ريبوت بقى، ده موقع اختصار رابط عادي جدا، ملناش علاقه بقى يعني. هتلاقيه متغير الموقع عن موقع، هتلاقيه متغير الشكل يعني، هتلاقيه متغير عامه، تمام؟ تنزل تحت هتلاقي كام ثانيه برضو، 9 ثواني 8 ثواني اهو زي ما انت شايف. وهتلاقي بليز ويت هنا، هتضغط على جيت لينك، جميل. وهقول لك ازاي برضو تحصل على النقط بتاعتك، او ازاي تاخد الكود، تمام؟ وركز معايا قوي في الحته دي عشان انت هتكررها كل يوم. جيت لينك هيفتح لك مقاله جميله جدا، هتاخد اول كلمه، اول كلمه في المقال اللي هي تقرير، تمام؟ هتاخدها من غير اي فواصل يعني، ده الكود اهو تقرير. هتشيل الفراغ اللي كان موجود وتضغط على اضغط هنا لتفعيل الزياره، جميل. زي ما انت شايف اهو بدا يفتح لي بتاع بدء التصفح، تمام؟ كل يوم هتلاقي رابطين تعديهم، رابطين. انا كنت بعدي واحده قبل كده وده التاني، تمام؟ بدء التصفح زي ما انت شايف هيفتح لك بقى التصفح بتاعنا الطبيعي جدا اهو. هيبدا يفتح لك مواقع زي ما انت شايف، ماي اي جي، مواقع زي كده. المواقع دي هتبدا تعدي الثواني، انا بس هوقف الدنيا دي. زي ما انت شايف الموقع ده مثلا انت هتاخد 75% من نسبه الزياره،
الموقع ده زي ما انت شايف فيه 55 ثانية، المفروض تستنى 55 ثانية لحد ما الموقع ده يعدي ال 55 ثانية، وبعد كده هو تلقائيا بيخرج من الموقع وبيفتح لك موقع تاني. جميل، هو ده التصفح بكل بساطة. فخلينا مثلا انا فهمتك خلاص، خلينا بقى نخرج ونعمل اعادة بقى للصفحة ويبدأ يعمل تصفح من جديد ونستنى ونشوف هناخد كام نقطة ونشوف النقط. فخلينا نستنى. تمام، زي ما انتم شايفين كده خلاص كده احنا عدينا اول رابط. تمام كده اول رابط عدى خلاص، تمام مفيش اي مشكله فيه، وبدا يفتح لك في رابط تاني. فهي دي الطريقه يا شباب، طريقه الحصول على النقط في الموقع ده بسيطه جدا، او دي طريقه الحصول على دقائق، اسف. تمام بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، هيبدا برده يقعد يفتح لك في رابط ومش عارف ايه. فانا كده قلت لك ازاي تحصل على نقط وازاي تحصل على دقائق. طيب لو انت حصلت على نقط، لو انت حصلت على نقط ازاي تحولهم لدقائق؟ احنا بنحصل على نقط ازاي؟ عن طريق تعدي الروابط المختصرة، عن طريق تعدي اختصار الروابط تحصل على نقط. انا دلوقتي معايا نقطتين، ازاي احولهم لدقائق؟ انا مثلا عايز احول النقطتين دول لدقائق، النقطة بثلاث دقائق. تمام، وهقولك ليه انت لازم تعمل كده. هتقول استبدل، تمام تمت العملية بنجاح. دلوقتي بيقولك انا معايا نقطة واحدة، فلو عملنا ريفريش، جميل زي ما انت شايف بقى معايا 12 دقيقة، كان معايا 6 دقائق في الأول، دلوقتي بقوا 12 دقيقة. تمام، فالموضوع بسيط جدا يا جماعة، مش محتاج الكلام ده كله، مش محتاج أي حاجة، أنا بس بحاول إيه أرجع لك الذكريات لو أنت ما اتفرجتش على الفيديو ده أو لو حابب تتفرج عليه. فأنا حبيت بس أفهمك إزاي تجيب دقائق، إزاي تجيب نقط، وبتحصل على النقط منين، من اختصار رابط، تحصل على الدقائق إزاي من تصفح المواقع. تمام تمام، مفيش أي مشكلة خالص في الحتة دي يعني. طيب خليني اقول لك شويه معلومات على السريع. اول حاجه، اولويه الموقع ده في ظهور الموقع بتاعك للناس عشان الناس تتفرج على الموقع بتاعك، الاولويه بتيجي للناس النشيطه في الموقع. يعني ايه؟ يعني لازم تكون عضو نشيط في الموقع عشان الموقع بتاعك لما تعمل له اضافه يظهر للناس في البدايه. فالاولويه للنشاط، الاولويه لمين؟ للنشاط. ملحوظه تانية برضو، لما تيجي تحط موقعك هنا في الموقع ده، انا انت عارف انا بتكلم على اساس ان انت فاهم وعارف ازاي الدنيا ماشيه، انا بتكلم معاك على اساس ان انت اتفرجت على الفيديو ده، ويا ريت فعلا تتفرج على الفيديو ده. هنا مثلا هتحط اقل ثواني 10 ثواني، وهنا مثلا 30 ثانيه، لان اكبر حاجه او اكبر مده مسموحه لعضويتي هي 30 ثانيه، لان عضويتي مجانيه. هوريك العضويات المدفوعه دلوقتي وبكام، وهفهمك الدنيا كلها. عدد الزيارات هنا مفتوح قدامك، ممكن مثلا تقول 1000 زياره. تمام، تحدد الدول، دي مهمه جدا يا جماعه، لازم تحدد دول نشيطه في الموقع. تعرف من ايه الدول النشيطه؟ انا صاحب الموقع قال لي هتبقى مصر والجزائر، المغرب، تونس، العراق، الدول دي من الدول النشيطه في الموقع. فدول اللي انت المفروض انك تحددهم لما تكون عاوز تجيب ناس، او عايز تجيب ناس كتير للموقع بتاعك بسرعه. تمام، اما لو اخترت جميع الدول هيحاول يجيب لك من كل الدول اللي متسجله في الموقع، وده هيبقى صعب جدا. يعني انت بتتكلم في موضوع صعب جدا ان هو يجيب لك من كل الدول دي، وكمان هيبقى بطيء جدا. اما لو عايز دول سريعه فلازم تجيب الدول الاكثر تسجيلا في الموقع، اللي هم مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، السعوديه، الحتت دي. تمام، هتختارهم وتعمل حفظ الرابط وبس كده يكون موقعك اتضاف. ومره تانية الاولويه للناس اللي نشيطه في الموقع. تمام، ملاحظه يا جماعه برضه عشان الناس تبقى فاهمه، الموقع ده تبادل زيارات، تبادل زيارات لموقع الكتروني مثلا، لاي حاجه، لشركات اعلانيه، لاكتر من طريقه لربح الموقع ده احنا بقى نتكلم فيها بعدين، وكذا حد اتكلم فيها قبل كده. ولكن الموقع ده تبادل زيارات مش تبادل مواقع اختصار رابط، يا ريت تفهموا النقطه دي وتركزوا فيها، ده تبادل زيارات مش تبادل مواقع اختصار رابط. تمام، خلينا بقى نتكلم على مسابقه الموقع ده. الموقع ده بيقدم مسابقات كتير، وفي منهم مثلا مسابقه لليوتيوبرز، او مسابقه للناس اللي عندهم مواقع الكترونيه، مسابقه للناس اللي ليها متابعين. الناس دي بيقول لك يا عم، او صاحب الموقع بيقول لك لو كل 100 عضو سجل من خلالك بتاخد 4 دولار على اول 100 عضو دول، ولازم يكون في ال 100 عضو دول 10 اعضاء يكونوا جايبين على الاقل 30,000 زياره. مره ثانيه، الناس اليوتيوبرز، الناس اللي عندها متابعين، لو عملت فيديو على الموقع ده وجابت 100 عضو فهياخد 4 دولار، لو من ال 100 عضو دول 10 اعضاء جابوا على الاقل 30,000 زياره. والموضوع على فكره مش صعب خالص، الزيارات دي يا جماعه هي التصفح، اللي انت اصلا لو سبت جهازك يومين، يعني مش يومين ورا بعض، يعني عملت اشتغلت على الموقع ده يومين ثلاثه هتجيب 30,000 زياره، فالموضوع مش صعب خالص. تمام، دي حاجه. خلينا مثلا نخش على العضويات برده عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، ونيجي نكمل المسابقه. العضويات، العضويه البيزك بصفر دولار، العضويه العاديه خالص فيها بعض المميزات اهي. العضويه البرونز ب 4 دولار في الشهر، العضويه السيلفر ب 6 دولار في الشهر، العضويه الجولد ب 8 دولار في الشهر. اللي هيقول لي الموقع ده بيكسب منين؟ بيكسب من
بروتين بيع عضويات وبيكسب من اختصار الروابط، لان الموقع بيجبرك انك تعدي اختصار روابط. هما موقعين كل يوم، كل يوم تعدي موقعين اختصار روابط الموقع بيبقى حاططهم عشان تقدر تبدأ تصفح. لازم تعدي موقعين اختصار روابط او ثلاث مواقع بالكتير الموقع بيبقى حاططهم عشان هو يكسب منهم، بحيث برضو ان الموقع يبقى فيه عائد مادي لصاحب الموقع. يعني زي ما انتم شايفين دي العضويات ودي المميزات العضويات. عايز تشتري اي عضوية ممكن عن طريق مثلا بيبال او حاجة، فتقدر تشتري العضوية. موضوع بسيط جدا يعني. كل شخص هيشترك في المسابقة اللي انا هقولها كمان شوية، المسابقة دي كل شخص هيشترك فيها من اول الفيديو ده والحد 30 يوم، يعني الفيديو ده 30 يوم متواصل، فهياخد جوائز وحاجات تانية الموقع هيقدمها في الفترة الجاية وهيعلن عنها في بداية الموقع. يعني انت لو خرجت كده ودخلت على الموقع اللي هو ساين اوت وعملت ساين ان مرة تانية في الموقع ده، هتلاقي مكتوب الجوائز، هتلاقي مكتوب الحاجات، وهتلاقي مكتوب اي حاجة جديدة في الموقع ده، وبرضو هتلاقي في التنبيهات عندك في الموقع. هنخش على التنبيهات دلوقتي اوريها لك. فما تنساش انك تبص على التنبيهات دايما وتشوف اي حاجة جديدة موجودة، لان دايما بتبقى حاجات مهمة جدا لصاحب الموقع عايز يقولها للناس، او بتبقى مسابقة جديدة او حاجة زي كده، فدايما تعمل تشيك عليها. الاشتراك في المسابقة بسيط جدا يا جماعة. اول حاجة، اول ما يكون في يوم مثلا في مسابقة او في اشتراك في المسابقة دي، هتلاقي جالك اشعار هنا. الاشعار ده هيكون عبارة عن موقع او حاجة زي كده، تدوينة زي دي. هتخش على التدوينة دي وهتلاقي موجود فيها المسابقة بالطريقة دي زي ما انت شايف، هتلاقي مكتوب كده. كل عليك اول حاجة انك تعمل لايك لصفحتهم على الفيسبوك. لايك صفحتهم على الفيسبوك ده بسبب ان هم بيحطوا حاجات على الفيسبوك مش موجودة على الموقع، او ما بيعلنوش عنها عن الموقع، ودي بتبقى الاعضاء مميزين اللي مركزين مع الموقع. فياريت تعمل لايك لصفحتهم على الفيسبوك وتعمل لها سي فيرست عشان تعدي الخطوة دي وتقدر انك تشترك في المسابقة. بعد ما تعمل لايك لصفحة الفيسبوك وتعمل لها سي فيرست، هتنزل تحت هنا وتعمل تعليق، تعمل تعليق باسم القناة بتاعتك او باسم ايميلك على الجيميل عامة، تعليق بس باليوزر نيم بتاعك في الموقع، وبكده تكون اشتركت في المسابقة. طيب وايه هي المسابقة دي عامة؟ هي عبارة عن هو بيتم اختيار الفائز بالمسابقة دي عن طريق العضو النشيط. لما تكون نشيط في الموقع هتقدر انك تكسب في المسابقة دي. وحاجة تانية، بيختار ازاي؟ مش عضو واحد بس اللي يكسب ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، بيكسب من كل 100 عضو في الموقع عضو واحد. يعني تخيل مثلا لو في 2000 3000 عضو في الموقع، هيكسب 30 شخص، مش شخص واحد بس او 2 او 10، لا ده على حسب الاعضاء اللي في الموقع. كل 100 عضو يعني من كل 100 عضو هيشترك في المسابقه دي هيكسب عضو واحد من كل 100 عضو. وريتك اشتراك المسابقه ازاي، موضوع بسيط جدا. طيب وغير انك تبقى نشيط، ازاي برضو تكسب المسابقه دي؟ لما بتبقى نشيط بالموقع، لما بيلاقي بقى الاعضاء النشيطه وكده، بيبعت لهم رابط خاص جدا. الرابط ده بيبعت لك هنا في الاشعارات، الرابط ده بتخش عليه بالطريقه دي كده. هتخش على الرابط ده هتلاقي، خلي بس يفتح، تمام، الرابط اهو زي ما انت شايف قدامك، مشاهده المقاله التاليه من هنا. هتلاقي قدامك موقع اختصار، مش موقع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هتلاقي خمس مواقع اختصار رابط. هتعدي الخمس مواقع دول، وزي ما قلت لك دي حاجات بس دعم لصاحب الموقع. هتعدي الخمس مواقع دول وكل اللي انت عليك انك هتعمله هتاخد رابط او هتاخد الكود الاول من المقالة اللي هتلاقيه قدامك. زي مثلا اي مقالة من المقالات اللي شفناها قبل كده، بتاخد الكود اللي هي اول كلمة في المقالة دي، اول كلمة من بعد الصورة، هتاخد الكلمة دي هتحطها في اترك رسالة في الموقع. فهتاخد الكود ده وتروح على اترك رسالة في الموقع هنا وتحط الكود ده، وليكن مثلا الكود ده اي كلمة من الكلمات، وهتعمل ارسال. اول شخص او اول شخص هيبدأ انه يرسل الحاجة دي هيكسب 2 دولار مقدمة من الموقع. دي حاجة جميلة جدا. واه 2 دولار مش رقم واو يعني، ولكن دي حاجة جميلة انك ده كل يوم تقريبا في مسابقة زي كده، او كل كام يوم يعني، تمام، يعني مش مرة ولا اتنين. ده انت ممكن تكسب في الشهر اكتر من 10 دولار عن طريق المسابقة دي، عن طريق انك تبقى سريع. اول ما يبعت لك البتاع ده او الرابط ده كل يوم 12 بالليل، اول ما يبعت لك الرابط ده او كل ما يكون في مسابقه يعني الساعه 12 بالليل هيتبعت لك الرابط ده، هتخش تعدي خمس رابط مواقع اختصار رابط، هتاخد الرابط على طول او الكود اللي انا علمتك قبل كده في اول فيديو ازاي تجيبه. هتاخد الكود ده اللي هو اول كلمه في المقاله، هتعمل له ارسال في هنا، اترك رساله، هتبعت له ارسال، وخلاص كده انت كسبت في المسابقه دي. طبعا لو انت اول واحد يعني تكون كسبت كده، انت خلاص انت كده كسبت المسابقه دي. وبس كده يا جماعة، بس خلاص كده احنا خلصنا. اتمنى اكون فهمتك المسابقة دي ماشية ازاي. الموضوع بسيط على فكرة، مش حاجة يعني، الموضوع مش كبير قوي لو ركزت فيه شوية بس هتفهمه. بس الموقع عامة مش قاصر على مسابقة او حاجة زي كده، الموقع مليان حاجات كويسة جدا انك تكسب منها، مليان حاجات كويسة جدا انك تحقق منها ارباح من الاعلانات، من كذا حاجة. اتفرج على الفيديو ده، اتفرج على فيديو محمد هلال برضه هسيبه لك في الوصف، اتفرج على الفيديوهات دي ان شاء الله تستفيد منها وان شاء الله تفهم كل حاجة في الموقع ده.
وبس كده. بس كده. اول حاجه انا بعتذر لو الشرح طويل زياده عن اللزوم شويه او طويل لحد ما، لان انا زي ما انتم عارفين انا اصلا بسجل المقدمه والنهايه قبل ما اشرح الشرح نفسه، فعشان كده انا حاليا لسه ما سجلتش، فانا اسف لو طول مني يعني. ولكن يعني تعرفين الموضوع مش بايدي، وانا بحاول اشرح لك الحاجه، وانت عارفين ان انا بقعد اعيد وازيد اعيد وازيد وكده بحيث ان انا افهمك و بحيث انك ما تتلخبطش، وبرده بلاقي في كومنتات ناس برده مش فاهمه حاجات وبتتكلم بسرعه وكده، ف بيبقى صعب جدا الموضوع ده بالنسبه لي بعد التعب واللي بعمله. ممكن اصور حلقه 20 دقيقه والاقي الناس تقول مش فاهمه وكده، فبيبقى صعب قوي الموضوع ده بالنسبه لي. فيا ريت تركز قوي، ويا ريت تفتح مخك كده 10 دقائق 20 دقيقه بالكتير، هتكون فهمت الدنيا كلها ماشيه ازاي، وتبقى فاهم الموقع شغال ازاي، وتشتغل بيه وتستخدمه في انك تزود بقى مشاهداتك، تزود ارباح شركات الاعلان، تزود 100 حاجه. فموقع ممتاز جدا. وبس كده، شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده. يا ريت نوصل الفيديو ده 500 لايك، وكل عليك انك تعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب للقناه عشان نوصل 40,000 مشترك. فبس اعمل سبسكرايب، وممكن تكون انت لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، عامه ده حاجه اجباري، ولكن لو انت عامل سبسكرايب ففعل زر الجرس، ودي حاجه برده اجباري. ولو عايز تشوفني مره ثانيه وما كنتش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب لسه ايه، بغض النظر عن كل ده يعني، فاعمل لايك للفيديو، لايك للفيديو ده بيساعد جدا 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 على نشر الفيديو ده، فاعمل لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو ده 500 لايك. وبس شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.